الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في وصفات الطبخ والموضة مع خديجة. اليوم إن شاء الله غندير لكم كسكسو بالكرداس والقديد، كيجي رائع وبنين على طريقتي الخاصة. عندي القديد والكرداس اللي فزقتو ليلة كاملة، عندي واحد كمية ديال الكسكسو، هذه الحبات مرق متوسطين مرقاق ما غلط. عندي خيزو هنا، هذه دي الخضره ديال الكسكسو، خيزو القرعه الحمراء، وهنا لي شو وجوج ديال اللفت والقرعه الخضراء. عندي هنايا مطيشه اللي جوج مطيشات اللي محكوكين. عندي واحد زلافه ديال الحمص اللي رطبناه ليله كامله. عندي بصله، وعندي واحد الباقه ديال المعدنوس. بالنسبه للتوابل عندي الابزار، تحميره، سكنجبير والخرقوم والملح على حسب الذوق. من بعد حيت كيكون الكرداس مالح، وعندي زيت الزيتون. ندوزوا لطريقه التقديم ان شاء الله. بسم الله بسم الله. نديرو شويه زيت الزيتون، حيت اصلا الكيس فيه الشمع. نديرو الابزار، عندنا معلقه ديال الابزار، واحد شويه د الجنجبير كذلك نص معلقه، والتحميره. شويه ديال الخرقوم، بصلة على الطريقة صغيرة، من بعد ما درتنا البصلة عندنا قطع ديال لما نقليوها غادي نخويو الماء ونخليوه طيب. ودابا غنزيدو عليها الحمص، هي غلي الماء نديرو الحمص، حيت الحمص تاهو تيبغي الطياب الوقت، تاهو كيقضط الوقت في الطياب. ونسدو على البريمه ديالنا. بسم الله. دابا غنمشيو للكسكسو ديالنا، نحطوه لهاد القصريه الصغيره صغيره الجميله، وغادي نديرو تضحك معايا بنتي. غنديرو شويه ديال الزويت، ها غنسلسوها مزيان تدخل. باش يسهل علينا ملي نكونو كنحلو يتحلنا دغيا. ايوا نشلو نديرو مزيان هكا باش يشرب، حيدو منو الا كان شي حاجة تطلع. هاد الطريقة كما كتلاحظو كاين شي حاجة هنايا غتمشي مع الماء.
نخليو الكسكسو ديالنا يشرب بالماء حتى نديروه في الكسكاس يتفور. دابا غنلوحو الخضره ديالنا، نلوحو الفيتا وخيزو الكرعة. الكسكسو ديالنا راه حطيناه في الكسكاس، ودابا غادي نخليوه يتفور التفويره الاولى ومن بعد نرجعوا لكم ان شاء الله. بسم الله. ناخذ المليحه نديروها في الماء. ايوا نسكو بها الكسكسو ديالنا، نديرو له الملحه والماء. تسقى مزيان يشرب. اوه سخون. دابا غنرجعو نديرو له التفويرة الثانية والثالثة عاوتاني. ايوا من بعد نسقيو ان شاء الله. دابا غنديرو القرعة ديالنا دغيا كطيب القريعة. هو مطيشه نزيد واحد شويه د الملحه. ما درتش كاع الملحه حيت القديد والكرداس فيه الملحه. ونرجعوا الكسكاس ديالنا للفرن ونتلاقاو التقديم ان شاء الله. اذا حبيباتي هذا هو الشكل النهائي ديال كسكسو بالكرداس والقديد، كيجي رائع جدا ولذيذ. ما شهيتكم؟ اذا عجبكم الطريقه ديالنا ما تنساوش ديري لينا لايك وتشتركوا في القناه الا ما مشتركينش، وتخليو لينا تعليق على ارائكم واقتراحاتكم للقناه، وتبارطاجيو الفيديو مع الاحبه والاصدقاء ديالكم. كنبغيكم بزاف الى الفيديو المجيء ان شاء الله.